بعد ما شفنا المثال وعملنا الالجوريزم ورسمنا فلوت شارت، جاهزين لكتابه الكود. ممكن الكود نرسمه على طول كده، نكتبه على طول، نرسمه نكتبه على طول من الرسمه بشكل بسيط. يعني لو فتحنا البايثون كده اي دي ال اي بتاعت البايثون اهو، وقلنا نيو فايل كده جميل، وحبينا نقول ادي ادي الرسمه اهي خلاص، وهشف الكود بتاعي اللي انا عايزه. انا بس هزوم كده عشان الخط يبقى كبير واضح. فقول له اول حاجه انا عرفت اكس، واكس دي هقول له برومبت انبوت، اسف هقول له انتر فاليو اوف اكس، صح؟ في الحاله دي كده هيدخل فاليو اوف اكس، بس اكس هتبقى مفهومه ان هي سترينج. فاحنا طبعا عشان عارفين ان ده بيبقى رقمي، خد بالك ده ما بيظهرش في الفلوت شارت، فهنا بدا يظهر معايا في الايه، في الكود. فلازم ان انا احول، فممكن عشان ده ممكن رقم يكون في كسر، فانا هحول بفلوت الانبوت اللي دخل لي ده، مظبوط؟ يعني بالمنظر ده. يبقى انا كده ايه الانبوت دي هيطلع كلمه انتر ذا فاليو اوف اكس، ممكن نحط كولون كده بعدين، هيدخل قيمه الحته دي هتتشال، كلمه انبوت بكلمه انتر ذا فاليو اوف اكس تترمي ويتحط مكانها القيمه اللي اليوزر دخلها، تخش كانبوت كمدخل لفلوت، فلوت تحوله لرقم كسري، يمكن عمل عمليات رقميه عليه، حسابيه عليه، ويتحط بسبب اللي بيساوي ليه الاساينمنت جوه الفاريبل اللي اسمه اكس، فتصبح اكس بالقيمه اللي انت دخلتها، وتبقى فاهمه ان هي قيمه رقميه. بعدين هو جاي واخد مين، او عامل نفس الكلام لمين؟ لواي. وانا اقول له انتر ذا فاليو اوف واي، يبقى كده عملت ايه؟ ادي الاكس وادي الواي. حلو جدا. نيجي بقى ليه للمعادلة دي البسيطة اللي area بتساوي و 22 على 7 قفل القوس ضرب الاكس، خد بالك من الكابيتال والسمول، انا اشتغلت كله في الكود سمول، يبقى انا ماشي كله سمول، مع اني بقى افضل دايما تثبت. يعني تلاحظوا هنا ماشي اكس واي كابيتال، يبقى انا مثبت كله اكس واي كابيتال. فبالنسبة للمبتدئين دايما في الحاجات بتاعت الكابيتال والسمول والكيس سنسيتيف والحاجات دي، يعني اثبت كله سمول او اثبت كله كابيتال وخلاص. طبعا يفضل كل سمول احسن يعني. طيب فاضل لي المعادله دي بتاعت البير بتساوي 2 ضرب ماث دوت بي اي، خدوا بالكم من الحكايه دي، دلوقتي اول استدعاء لاول حاجه جوه ماث خلاص، وهنقول هتعمل لنا مشكله، هنشوف هتتعمل ازاي، احنا عايزين نشوف المشاكل، انا بحب ان انا اطلع مشاكل. وبعد كده ماث دوت اس كيو ار تي، اس كيو ار تي، ويقولنا اي شيء ما بين القوسين بتوع الاس كيو ار تي هيبقى هو بالنسبه لي تحت الجذر، مش محتاج نشرح المعادله تاني، لكن احنا المعادله بقت مفكوكه بقى في الكود، اسهل خطوه بالنسبه لنا، بننقل خلاص. غير الاول كان كله في التركيز، كل المشاكل في الكود، هنا المره دي الدنيا بقت اسهل من كده، انا بقيت بقى يعني لو الرسمه موجوده بتبنش كود، بقى نرقع على الفكر مش نرقع على الكتابه. وعملت الايه القيم بتاعتي، فاضل لي ايه بعد ما عملت المعادله دي؟ اطبع الاريا والبير وخلاص. قلت له ماشي. يبقى انا هقول له هعمل هنا ايه؟ بعرض بايه؟ بعرض بالامر اسمه برنت. واقول له الاريا ايكوال، واطلع قيمه الفاريبل اللي اسمه اريا. خلصنا. وبرنت تاني البير ايكوال، واطلع قيمه الايه؟ البير. اوكي؟ طيب لاحظوا ان في حاجه هتحصل معانا مشكله فيها، بس انا حابب ان هي تحصل، فانا هعمل كنترول فايل سيف از، واروح اسيب الحاجه بتاعتي في المكان اللي احنا بنحط فيه الاكزامبلز بتاعتنا، كنا واقفين عند اكزامبل 19، مفيش مشكله. اكزامبل 20 كده سيبناه، علشان نرن هندوس اف 5، قال لي انفاليد سينتاكس، وقال لي في عندك مشكله في جمله ما، قلت له ماشي اوكي، علم لي هنا على على الاقواس، عشان انا سوري، لان هنا ناقصين رقم 2 صح؟ واي ضرب ضرب 2 اللي هي اس 2 اهي، واي ضرب ضرب 2، كنا ناسيين رقم 2، معرفش اتنسى ازاي ولا ما اتكتبش،
لكن قال لي الغلطه بسبب كده. قلت له ماشي، دي مش دي الغلطه اللي احنا قصدنا، ده سنتكسير. سنتكسير يعني انك غلطانين في الكتابه، احنا نسين نكتب 2، نسينا من المعادله وقعنا رقم 2. قلت له ماشي في 5. قال لي انتر ذا فاليو اوف اكس، قلت له مثلا 5. قال لي واي، قلت له انتر. قال لي انتر ذا فاليو اوف واي، قلت له 3. قلت انتر، بوم. حلو البوم ده. ايه بقى المشكله عندك؟ قال لي في عندي مشكله في الفايل الفلاني 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 الفلاني. قلت له ماشي. قال لي وانا بعمل المعادله اسمها بير دي، بقول 2 في ماس دوت بي اي، وطلع لي النيم ايرور، وقال لي نيم ماس از نوت ديفايند. انا ما اعرفش ايه ماس دي، ما اعرفش ماس. قلت له ازاي ده، احنا عارفين ان هي موجوده في البايثون. قال لك اه ما هي موجوده في البايثون صحيح، لكن انت لازم ايه، لازم تسترعيها عشان البايثون يبقى عارف انت بتستخدمها. حتى الان هو افتكر ان ماس دي ده حاجه انت عاملها، هو مش حاجه بتاعته. عشان اقول له لا انا عايز اشتغل على الماس، فبقول امبورت سبيس سبيس و وماث. لما اقول له امبورت يعني عايز استدعي الماث، الماث موديول اللي فيه كل الحاجات الخاصه بالرياضه جوه مين؟ جوه البايثون. فكده انا اقدر استدعي اللي جوه، يعني استدعي عمليات تخص الماث جوه هنا. فهنا طبعا ما استخدمش هو اول حته مثلا في ماث دوت بي اي، فكده مفترض لو لقاها جوه ماث خلاص هيفهم، لو لقى اس كيو ار تي جوه ماث كده خلاص هيفهم. فدوس كنترول اس وبعد كده دوس اف 5. قال لي ماشي يلا انتر ذا فاليو اوف اكس، قلت له 5. قال لي انتر ذا فاليو اوف واي، قلت له 3. دوست انتر، قال لي يبقى الاريا بكذا صح، وقال لي يبقى الايه البير بكذا، وخلصنا. يبقى كده فهمنا ان احنا ازاي كمان نستخدم نكتب الكود والدنيا بقت سهله. عرفنا ان ازاي ما ننساش نعمل امبورت للموديولز بتاعتنا، ودي مهمه. عرفنا ان الكونفرتنج ما بيذكرش فيه، ما بيذكرش في الالجوريزمز ولا في الفلوت شارتس، لكن بيبقى مهم جدا بالنسبه للكود، وده مهم. وطبعا هنا برنت ناك ديسبلاي مش عارف ايه، وشفنا البرنامج بسيط مشيناه خطوه بخطوه بقى من اول اناليسيز كالجوريزم وفلوت شارتس، ووصلنا بيه للايه؟ للكود وعرض النتائج.